تسهيلا على الأسر المتعففة والحالات الإنسانية، هيئة الأعمال الخيرية تطلق بوابة المساعدات عبر موقعها الإلكتروني في خطوة للتيسير على المحتاجين في طلب العون والمساعدة. فاليوم لستم بحاجة إلى زيارة فروعنا، ما عليك سوى الدخول إلى موقع الهيئة واختيار بواب التقديم طلب مساعدة، ثم اضغط على تقديم الطلب لتسجيل حساب خاص بك في البوابة. قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اضغط على حفظ. بعد الانتهاء من التسجيل ستصلك رسالة بتقديم الطلب، ولمتابعة طلبك اضغط على متابعة الطلب. هيئة الأعمال الخيرية، معكم على طريق الخير.